الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القسم الثاني من المخصص المنفصل. قسم دوام لمخصص مخصص منفصلة بيش مخصص متصل باسكركا كتن فقد لفظ دبها ميشا ولي مخصص منفصل بعض وقتك لفظة بعض وقتك لفظنية حالي بونسونا جاء مخصص منفصل تعريف كيتيا أي ما يستقل بنفسه. مخصص منفصل أويك مستقلة بذاتي خوي حالي بونسونا يعني لازمناك حتما دقال لفظ عامة كذكر بكريت ولا قلوي تركيب بيت حالي بونسونا. جاء مخصص منفصل كأوية مستقل بيت مستقلا استعمال دكري من لفظ أو غيره دكري لفظ بيت دكري غير لفظ بيت كغير لفظ حس أقلي دكري توا حالي بون سونا. جا لبيش دا غير لفظكي باز دكات بخاطري ويك بحسكي كمترا وبدأ بالغير لقلته. جا مصنف دستي بيكردوا بباس كردني مخصصي غير لفظ حالي بون سونا مخصصي منفصلي غير لفظ باز دكا لبيش دابو بخاطري كمبوني بحسكي حالي بون سونا. فقط دو دانا شايدي مخصصي منفصلي غير لفظ فقط دو دانا حسو أقلا. جا لبيش دابا سيواني كردو مصنف دفرمت فقالا يجوز التخصيص بالحس والعقل خلافا لشذوذ. مصنف فرمويتي تخصيص بوسيلة حس بوسيلة أقل درستا كأوانا غير لفظ أو دوانا جاء أو ككتن تخصيص بوانا درستا أو مخالفة دقل نظري جماعتك شاز حالي بونسونا نظري ما قولي ما دقال قولي جماعتك شاز مخالفة تخصيص بوسيلة حز وكوشي مثالي بودينتا وكما في قوله تعالى في الريح المرسلة على عاد تدمر كل شيء ونيا مثلا تخصيص بوسيلة حز وكو لو آيتي دا لقول خداوند متعال داكا لباري فرمويتي لباري أو باي داكا نار دي بوسر قومي عاد حالي بون سونا لباري باي كدا دلت تدمر كل شيء ونيا يعني أو بايا كل شيء كي لبين برت حالي بون سونا تدمر أي تهلكه يعني كل شيء كي هلاك لبيني برد دخو معلومة أو بايا وانك كل شيء كي لبين برخو معلومة أسماني لبين نبرد واني أسماني خرانا كرخو حالي بون سونا. فز الآن وانك چون يعني بمشاهدة بديتن معلومة كأسماني لبين نبرد اوني أسمان خرانا بوا حالي بون سونا او با احساس با مشاهده وديتن ثابته الان ليره شلون لو مثال ده فانا ندرك بالحس اي المشاهده ما لا تدمير فيه كالسماء وني اما بوسيلي حس بوسيلي حس كردن يعني بوسيلي مشاهده كردن وديتن اما شتيكي علم بشتيك پیدا کردو که هیچ خرا کردنی تیدا نیه خرا نبو وکو آسمان وانیا بعض شتیک اما علم پیه که خرا نبو وانیا پس اگوابید او بعض شتی وکو آسمان خارج دبید لا لفظ عامک که کل شیئینا حالی بون سونا بوسیله چی او بعض شتیش خارج بو بوسیله حس کردنو بوسیله چاوله کردن دیتن حالی بون سونا او مثالی اوی کشتکا یعنی فردگ للفظ عامکا بوسیلی
بوسيلة حس خارج كرابت بوسيلة حسي باصرة بويدي لير والعقلي تخصيص بأقلش درستا وكتي كما في قوله تعالى الله خالق كل شيء مثلا وكو لقول خداوند متعال دا كفرمويتي الله خالق كل شيء الان كل شيء لفظك عامة وانيا بلام وانك اما بأقلي خوما دزانين خدا خالقي كل شيء كا بيجلا ذاتي خوي چون اگه خالقی ذاتی خوشی بید او وقتی دور لازم دید حالی بون سونا او با اقل تخصیص کده زند رید فا اینا ندرک بالعقل ضرورتا انه تعالی ليس خالقا لنفسه اما با اقل دزانین که جا با اقلش دزانین با بداهتی اقل حالی بون سونا با اقل دزانین که ببداهتش كخداوندي متعال خالقي كل شتيكا بلام خالقي ذاتي خوي نيا چون وقتي دور لازم ديت دور جبتالي دي وانيا يعني او وقتي دبي بلاي الشيء اوجد نفسه وانيا شتكا ذاتي خوي ايجاد كردوا ذاتي خوي ايجاد دكات حالي بون سونا او مقدم بوني شد لسر نفسي خوي لازم ديت كوش بتالي دي وانه لازم دید لپیش دا بو خوی وجودی ها به موجود بید دو از ذاتی خوی ایجاد بکد وانه که اوش دوره کی بطالا حالی بون سونم اوش مثالی اوی که تخصیص که با اقل بید جا اوی که کتن تخصیص با بودوان جائزا با وسیله حس و با وسیله اقل خلافا لشذوذ من الناس او مخالفا دقل نظری جماعتی که شاز لخلق وانيا يعني قولي مصنفي وانيا كقولي مشى قولي مصنفي دقل شذوذ مخالفة حاليبون سونا شذوذ بلن جمع شاذ حاليبون سونا دقل شذوذ مخالفة لتشي دا مقا شذوذ دلنتي جماعة شاذك في منعهم التخصيص بالعقل البته اوان لتخصيص بأقل دا مخالفتيان كردوا حاليبون سونا بلام ما دام لتخصيص بوسيلة أقل دا مخالفتيان كردوا وانيا ليرا لازم ديت كالتخصيص بوسيلة حسيش دا مخالفتي بكن يعني تخصيص بوسيلة حسيشان بيدروز نبيت او لازم دي حاليبون سونا چون وانك عينا او قسيك لباري تخصيص با بوسيله اقل داديكن لباري تخصيص بوسيله حس اجدا او قسيا دي تجي حالي بون سونا پس لچي دا وانك او جماعة شازا نظري مصنف مخالفة دا قلوان في منعهم التخصيص بالعقل لو داك او جماعة شازا منعيان كردوكا تخصيص بوسيله اقل انجام بدريت حالی بون سونا جا باشا تخصیص با وسیله عقلان منع کردوا به چه دلیلی کی وانه اوانه چه دلیلی کن هنا و تا ولا دلیل کن اویا قائلین او حال لا جماعت شاذک قائلین انما نفى العقل حكم العام عنه لم يتناوله العام او إشارة بالصغراي حالي بون سونا إشارة بالصغراي دليل كيان حالي بون سونا ولا أو جماعة الشازة دلين وانيا أو جماعة الشازة دلين أو فردي كأقل حكم عام كان نفي دكات ولوي كلمثال الله خالق كل شيء دا فردك ذاتي خداوند متعال بو حالی بون سونا او نکتن خالقی کلی شته که بلام خالقی ذاتی خوی نیا و نیا با اقلش دا زند رای دی حالی بون سونا دی باشا هر فردیک انما ما عبارت لفرد هر فردیکی که اقل حکمی لفظ عامک لوی نفی دکات او لفظ عامک تازه شاملی نایت حالی بون سونا او صغرایا حالی بون سونا
هر فردكي كا أقل حكمي لفظ عامك لوي نفي دكات أو لفظ عامك شاملي أو فردي نايا هالي بونسونا أو بيكين صغرى ما نفى العقل حكم العام عنه لم يتناوله العام هالي بونسونا أو الصغرى كبرى كشي حذف كراوة كبرى كي محذوفة كبرى كشي أويا وكل ما لم يتناوله العام ليس العام مخصوصا بالنسبة إليه هالي بونسونا يعني أو فرديك أقل خارجي دكات صغراك أويا أو فرديك أقل خارجي دكات أصلا لفظ عامك شاملي نايت ما دام أقل خارجي دكات فاز أصلا لفظ عامك شاملي أو فردي نابت فردك كأقل خارجي كوايا لفظ عامك أصلا شاملي نابت حالي بونسونا دي باشا وقتك يعني أصلا أو فردا للفظ عامك دا داخل نابي حالي بونسونا الآن أو فرديك خارج كرا لمثال الله خالق كل شيء دا فردك خداوندي متعال حالي بونسونا بوسيلة أقل خارج كرا فز أجوابت لفظ عامك ككل شيء أصلا شامل نابت حالي بونسونا أو الصغرى كيا هر فردكي كأقل خارجي بكات أصلا لفظ عامك شامل نابت حالي بونسونا نكفق لجهة حكم وها لفظ عامك شامل وفردي نابت حل لجهة لفظي شوا هر خدي لفظ عامكش ونيا شاملي أو فردي نايت حالي بونسونا هم لجهتي لفظ عامك شاملي أو فردي نايت لجهتي حكمة ولجهتي لفظي شوا حالي بونسونا أو جماعة الشاذة وادلن حالي بونسونا هزاو الصغرايا ما نفى العقل حكم العام عنه لم يتناوله العام وكل ما لم يتناوله العام لا يكون العام مخصوصا بالنسبة إليه ليس العام مخصوصا بالنسبة إليه فز نتيجة كي أويا ما نفى العقل حكم العام عنه ليس العام مخصوصا بالنسبة إليه واني أو فرديك نتيجة كأوبو أو فرديك أقل خارجي دكات لفظ أصلا للفظ عامك دا داخل نبوة فز لفظ عامك بالنسبة لي تخصيص ناكري بالنسبة لي مخصوص نابتها چون أصلا داخل نبوة للفظ عامك دا حالي بونسونا جا أما كتن أو جملة كتويتي أو الصغرى كيا حالي بونسونا هر فردكي كأقل خارجي بكات أو لفظ عامك أصلا شاملي نهاتوا بو شاملي نهاتوا لأنه لا تصح إرادته حالي بونسونا أوش دليل صغرايا بو لفظ عامك شاملي أو فردي نهاتوا أقا أو فردي حكمي لفظ عامك لنا فكرة وانيا أو فردا أقا حكمي لفظ عامك لنا فكرة لفظ عامك شاملي نهات بو لأنه لا تصح إرادته شن أو فردية صحيح نية إرادة بكري للفزكا حالي بونسونا دل صحيح نية أو فردية للفزكا إرادة بكريت نقل جهة حكمه أو معلومة حكمك لو فردي نفي دبيت وانيا بلام أو فردا دروز نية للفزكا إرادة بكريت للفز عامك نكفق لجهة حكمه ولجهة لفزي شو حالي بونسونا أوش دواقع دا دليل صغرايا جا ونك بو خوشي هر دبيت الصغرا كبراكي حذف كراوا بو أو فردناتواني للفظ عامك بو شي داخلني للفظ عامك دا لأنه لا تصح إرادته ونيا وكل ما لا تصح إرادته وكل ما لا يصح إرادته لم يتناوله اللفظ العام هذا الفرد شو أو لا تصح لأنه لا تصح إرادته أو الدليل بو صغراي بيشي بو خوشي صغراي كبراكي حذف بوا
لا أصل ده آوايا، لأنه بو فردك إذا قرأت ويدي هذا الفرد لا تصح إرادته من اللفظ العامي، وانيا من اللفظ، وكل ما لا يصح إرادته لم يتناوله اللفظ العام، بس هذا الفرد لم يتناوله اللفظ العام. هل يبون سونا؟ جاء شودي قد ألي ربك وانك كتيب بو فردك للفظ عام دا داخل نيا، شنكو اصلا صحيح نيا او فرد للفظ عام ما كإرادة بكريت. هل يبون سونا؟ دي باشا جماعة الشازكا او دليلي دا كان او دليلي دا كان دليل لسر شي دي كان الدليل لسر اويكا لفظ عامك فردك ناقريتوا نك فقل لجهة حكم بل كل جهة لفظ شوا واني أخلا رزدك الآن أمنت أن فردك لا لفظ عامك إرادة بكين واني دي باش أوا باعسي چه بيت جماعة الشازكا أوي دكنا علت بوشي لا تصح إرادته دي كان علت بوشي دي كان علت بويكا اصلا لفظ عامك شامل او فردي نايت هل يبون سونا لفظ عامك فالشامل او فردي نايت نل جهتي حكم ونل جهتي لفظي شوا حتى لفظي لفظ عامكش ونيا او فردنا قريتا ودا لو غدا هل يبون سونا البتة لو تركيبه دايدي هل يبون سونا او آوا دليلي هنا وتوام حليبون سونا بلام أما لجواب دادالين بابا أتو لا تصح إرادته دكيا علت ونيا الآن إرادة كردني أو فردا للفظ عامك الصحيح نيا منزور تشيا منزور دوي لجهتي حكمة ويا لجهتي لفظي شو ونيا أقبلي ولا لجهتي لفظي شو دروزنيا دباش اما قبولي ناكين لجهتي لفظه ودرستا لفظي شيء ذاتي خداش دقريتوا چون شيء بمعنى موجودة دباش پس ذاتي خداش دقريتوا دي چون ذاتي خداش موجودة حالي بون سونا اگر اش دلائل لجهتي حكمه و صحيح نيا او فردية للفظ عامك ارادة بكي وانيا اما دلن بابا جاخو امش قبول مانا لجهتي حكمه وناتواني او فردية للفظ عامك ارادة بكي حالي بون سونا بلام اوكل جهتي حكمه لفظ عامك او فردي نقريتوا ليرا لازمنا لجهتي لفظي شو او فردي نقريتوا وانيا والله لفظ عامك او فردي دقريتوا لجهتي لفظه وانيا بلام دوا لجهتي حكمه او فرد خارج دبيت بس اول داخله للفظ كذا بلام دوا لحكمي لفظ عامك خارج دبي او فردي حكمي لفظ عامك اينيا حالي بون سونا بس ردك شي بو جريدي جوابك بو صورتي ددري تو حالي بون سونا او جماعه الشاذيه او جار ومنع الشافعي رضي الله عنه تسميته تخصيصا فساو أو جماعة الشاذة إخراج بوسيلة أقل بتخصيص نيونابن هل يبون سونا؟ يعني لو نقطة إذا دقل إمام الشافعي مشترك الآن دخلين إمام الشافعي إخراج بوسيلة أقل بتخصيص نيونابن هل يبون سونا؟ ولي فرق أو جماعة الشاذة دقل إمام الشافعي لتي دا فرق يعني لوي دا هر دوكان إخراج بوسيلة أقل بتخصيص نيونابن وانيا بلام امام الشافعي دليل لفظ عامك لجهتي لفظ فردك دقريتوا لجهتي حكم وفردك ناقريتوا هل يبون سونا ولي او جماعة الشاذة دليل لفظ عامك لجهتي حكم وفردك ناقريتوا لجهتي لفظي شو فردك ناقريتوا فرق كان لويدا حاليبون سونا ومنع الشافعي رضي الله عنه تسميته تخصيصا
امام الشافعي رضاي خداي لبيد منعي ويكردوا كاخراج بوسيله اقل بتخصيص نيو بردريت بوشي منعي كردوا نظرا الى ان ما تخصص بالعقل لا تصح ارادته بالحكم شو اوشهر علتي جماعه الشاذة كدينته امام الشافعيش حالي بونسونا امام الشافعي بو يكتويتي اخراج بوسيله اقل بتخصيص نيو بردريت نظري كردو بولاي أويكا أو فردي بوسيلة أقل خاص دبيتوا واني تازا أو فردي صحيح نيا لحكم دا إرادة بكريت حالي بون سونا شو إمام الشافعي دالا أو فردي صحيح نيا إرادة بكريت لجهتي حكمه واني بلام لجهتي لفزوا دتواني لجهتي لفزوا لفز عامك أو فردي دقريتوا واني بس فرقي بس قصي إمام الشافعي ده قال جماعة شاذة كفرقي هبو حليبون سونا باشا جاخد جماعة شاذة كده قال إمام الشافعي هريك علة الدين نوا حليبون سونا بس أولا لو علة تيدا كديه النوا مشترك يك علة الدين نوا لو دا كهردو كان إخراج بوسيلة أقل بتخصيص نيو نابن لو جدا مشترك حالي بون سونا بلام تشاو اوكا فردك لا تصح ارادته حالي بون سونا لا تصح ارادته صحيح نيا فردك ارادة بكري للفزة عامك ونيا جماعة الشاذة بوع التي تسابد دكن لا تصح إرادته بوع التي أوي سابد دكن ك فوانك لفزي عام فردك لجهتي لفزي شو ناقريتو أخا علتك أوي ك أو فردي لا تصح إرادته من حيث الحكم حليبون سونا جاء جماعة شازك دلن ما دام لجهتي حكمه أو فردية صحيح نية إرادة بكريت فاز لجهتي لفزي شو لفز عامك أو فردي ناقري تو حالي بون سونا إمام الشافعيش عينن أو علة ديني تو بلام نتيجة كي دي كيف يسابي الدكات حالي بون سونا إمام الشافعي دلد أو فردي لجهتي حكمه صحيح نية إرادة بكريت حالي بون سونا بس أقوابت لجهتي حكمه لفظ عامك أو فردين قرتو توا بس أجوابت أو فردك بوسيلة أقل خارج ذكرت إخراجي فردك بوسيلة أقل تخصيصي بينا كتري هر وندا حليبون سونا وإلا لجهتي لفظة ولفظ عامك أو فردي دقريتو حليبون سونا هر دوق يق علة يان هنا وتوا يق دليل يان هنا وتوا بلام هر يكي نتيجة كي في سابي الدكات جا وهو أي الخلاف لفظي حليبون سونا أو اختلافك لبين إيمو لبين إيمو لبين جماعة الشاذة وإمام حنفدة وأني أو اختلافك لبين إيمو لبين أودو مذهبان دا أودو مذهب جماعة الشاذة وإمام الشافعي وأني أو اختلافك لبين إيمة ولبين أو دو قولان داهية اختلافك لفزية اختلافك بويدا قرأتها وكآية إخراج بوسيلة أقل نيوي تخصيصي في دكتوري أنا حاليبون سونا وإلا خو أوانش قبولي أنا أقا بوسيلة أقل فردك خارج كري على لفز عامك تازا حكمي لفز عامك بو فردي ثابتني حاليبون سونا أما جوادلين إمام الشافعي وادلت جماعة الشاذة جوادلين حليبون سونا أو جار إخراجي فردك بوسيلة أقل درستا يانا هم أما دلين درستا هم إمام الشافعي بي درستا هم جماعة شاذك حليبون سونا بس أو اختلافك لبيني إيما دايا ولبيني إمام الشافعي وجماعة شاذك دا اختلافك لفزية يعني شي أي عائد إلى اللفظ والتسمية اختلافك بو لفظ بو تسمية دقرة توا وانيا باش اختلافك بو لفظية لاتش جهتك او باسي دكا كلاتش جهتك واختلافك لفظية
ولا للاتفاق على الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه حكم العامي. ونيا بو اختلافك لفزيا لو جهتيرا چونكو هرسي قولك هم جماعة الشاذة هم إمام شافعي هم مصنفش ونيا هرسي قولك اتفاقا هي لسر أويك مراجعة بأقل دكريت بو تخصيصي ونيا بو إخراج فردك لا إن تخصيص ونيا چون إمام شافعي وانا إخراج فردك بتخصيص نيو نابن أجا إخراج فردك بوسيلة أقل بيت حاليبون سونا ولي هرسي قولك اتفاقا هي لسر أويك مراجعة بأقل دكريت بو إخراج فردك فيما نفى عنه حكم العامي مراجعة بأقل دكريت لو فردي داك أقل حكم لفظ عام لو فردي نفي دكات لو فردي داك نفى العقل حكم العامي عنه لو فردي داك أقل حكم لفظ عام كي نفي كردو لو فردي لإخراج أو فردي دا مراجعة بأقل دكريت حاليبون سونا يعني أقل دتواند أو فردية لحكم لفظ عامك خارج كات حاليبون سونا بس لو دا اتفاق يعني هيا حاليبون سونا لو جهت واختلافك لفظية كآية أقل دتواند فردك خارج كات للفظ عامك يعني ونيا هرسي قولك دلن بلا جائزة حاليبون سونا بلام آية إخراج فردك بواسطة أقل نيوي تخصيصي بيدكتري أن وهل يسمى نفيه لذلك تخصيصا فعندنا نعم وعندهم لا وني بلام آية للاي إيما البت آية نفي كردني أو كأقل نفي دكاتوا زميري نفيه أو إذا في مسترب بولاي فاعل كيخوي وأن الزمير نفيه بو أقل دقرته أو كأقل نفي دكات شنا في دكات لذلك ذلك همن حكمي لفظ عامك لا لفردك نفي دكات وأن آية أوا وأو فردي خارج دكات آية أو كأقل فردك خارج دكات بتخصيص نيو دبردري أن اختلافك لويدا هل يبون سونا جاء فعندنا نعم وأن للاي إما نظري ما أويك بله بتخصيص نيو دبر دريد إخراج فردك بوسيلة أقل بلام وعندهم لا وأنا بلام لكن إمام شافعي ولكن جماعة شاذة نو والله إخراج بوسيلة أقل نيو تخصيصي فينا كتريد حالي بون سونا تاو لو دا اتفاق ينهيك وانك أقل دتوانيت فردك للفز عامك خارج كات حالي بون سونا أو وقتي إخراجي أو فردي بوسيلة أقل جائزة أو اتفاقي لسرا أو جا هر فردكي كأقل خارجي كرت حكمي لفز عامك شاملي وينهات حالي بون سونا جا بس اتفاق لسر وش هيا حاليبون سونا أو نكتن لا تصح إرادته من حيث الحكم حاليبون سونا لجهة حكمه أو فردية كأقل خارجي دكات إرادة ناكري وانيا أو فردية إرادة ناكري كأقل خارجي كردوا لجهة حكمه جاتشو كتن فرقي جماعة شاذة دقل إمام شافعي لو يدابو ما دام لجهة حكمه أو فرد خارج دكريت ونيا جماعة شاذة دان كت بس لجهة لفظي شوا أو فرد خارج دبتو لفظ عامك دلالتي لسرناك حالي بون سونا بلام شاملي نابد بلام إمام الشافعي ديكود أو كفردك لجهة حكمه خارج دبيت إرادة ناكري ونيا أو باعز نابت كلجهة لفزي شوا لفزك شاملينيت ونيا بلكو
فقد او نتيجه بدس ديتك ما دام لجهتي حكم وفردك صحيح ني اراده بكريت للفزي عام بس اجوابيت اخراجي او فردي بوسيله اقل اخراجي فردك كبوسيله اقل زاندرا واما بتخصيص نيوينا بين حالي بون سونا جاء ويأتي مثل ذلك كله ويأتي مثل ذلك كله في التخصيص بالحسي أو نهر أول درسك اش كتم وانيا كتم جماعة شازكا فقط تخصيص بواسطة أقل أن منع كردوا وانيا بلا تخصيص بواسطة حسيش لازم منع كان أجر مذهبي واندروز بيت حالي بون سونا بوي دلت مثلي او اختلافيك مثلي او اختلافيك لباري تخصيص بوسيلة اقل داهبو لباري تخصيص بوسيلة حسي جدا جاري دبت حالي بون سونا شون فرقي چيا وانيا يعني جماعة الشازكة فقط تخصيص بوسيلة اقل منع كردو مستقيما صراحة وانيا بلام لازمة تخصيص بواسطة حسي منع كان وانيا بوشي چونكو شاو فرديك بواسطة اقل وانك دبيت بواسطة اقل خارج دكرين حاليبون سونا شاو فرديك بواسطة حس خارج دكرين هر وكو چون جماعة الشازكة دان كود او فردي بواسطة اقل خارج دكرين تازا لجهتي حكمة والصحيح نية إرادة بكري دي باش أو فرديك حس خارجي دكات واني أوي جوايا أو فرديك بوسيلة حس خارج دكريت أويش تازنات واني لجهتي حكمة والصحيح نية إرادة بكري واني حكمي لفظ عامك شاملي أو فردينا بيت حالي بون سونا بس أقوابيت أو علتيك لتخصيص بوسيلة أقل دادان هنا لتخصيص بوسيلة حس جدا أو علته موجودة وانيا شا أو فردية بأقل خارج بكريت شبه وسيلة حس خارج بكريت لا تصح إرادته من حيث الحكم حتى فردك بوسيلة حسش خارج بكريت صحيح نية تعزل لجهتي حكمة وإرادة بكي وانيا دباش وقتك لجهتي حكمة أو فردا صحيح نبي إرادة بكريت أقوابي لجهتي لفزي شوى لفز عامك شاملي نابت حالي بون سونا أو علتيك جماعة الشازكة لتخصيص بواسطة أقل دادان هنا ولا تخصيص ب لتخصيص بواسطة حس إجدا جارية حالي بون سونا أو توابو حالي بون سونا والأصح أو باسي أو مخصصا منفصليك غير لفظ بيت وانيا كتن غير لفظش حس أقل دقريتوا أو باسي وان توابو مخصصي منفصلي غير لفظ عبارة لو ديانك باسن كرت أو جار مخصصيك منفصل كلفظ بي حالي بون سونا باسي ويدكات الآن شاو أتو تخصيصي قرآن بوسيلة حديث بكي حالي بون سونا تخصيص قرآن بوسيلة سنة بكي وانيا أبتا تخصيص قرآن بوسيلة سنة قولي بوسيلة أخما سنة فعلي تقريري شنهاية حالي بون سونا تخصيص قرآن بوسيلة سنة قولي أو صحيحة أولا تش تخصيص القرآن بوسيلة السنة بكي متواتر بيديان خبري واحد بي هر دو كي درستا حالي بون سونا جا معلومة السنة بيغمبرش راست السنة قولي هيا وفعلي هيا وتقريريش هيا حالي بون سونا بلام حتى سنة فعلي بيغمبر فعلي بيغمبرش هر بوسيلة لفظ نقل كراوا بوما حالي بون سونا بوسيلة لفظ قيشتو بما بس اما اگر تخصيص قرآن بكينا ومثلا بواسطة فعلي بيغمبريش فعلكي بواسطة لفظ نقل كراوة بما بس مخصصة كدي ساندبت لفظ حالي بون سونا جا
آية تخصيصي قرآن با قرآن درستا وانيا أو جار تخصيصي قرآن با سنة درستا وانيا تخصيصي قرآن با سنة حليبون سنة ين تخصيصي سنة بوسيلة قرآن حليبون سنة باسي وانا دكات أو إدي با ترتيب دسيتا بيشي باسي عندكات لهر جيغاكش اختلافي قولة كان هبي قولة كان باز دكات حليبون سنة. والأصح جواز تخصيص الكتاب به أي بالكتاب قولي أصح أوي كجائزة قرآن بوسيلة قرآن تخصيص بكري أبتا قرآن يعني بعضك لقرآن بوسيلة بعضك ديك لقرآن تخصيص بكريت حليبون سونا قولي أصح أوي كجائزة بلام وقيل لا ونيا بلام قولك زعيف شهي كدلدنا والله تخصيص قرآن بوسيلة قرآن جائزني أبو جائزني لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ونيا قول الزعيفة كدلت تخصيص قرآن بوسيلة قرآن بو يدرزنيا دلت تخصيص قرآن هر دبي با سنة پیغمبر بكري تخصيص قرآن با قرآن دروزنيا تخصيص قرآن با سنة دروستا بو ولا بخاطري قولي خداوند متعال كفرمويتي اي پیغمبر اما قرآن من بوتو نازل کرد بوي كأتو او قرآن بام كيبو خلق لتبين بوي كأتو بياني بكي پس اقوابت فقط پیغمبر حقی هيا قرآن تخصیص كاتوا بس سنتي خوي حليبون سونا يعني اتو دبي بام كي بو خلق او قرآني كنازل كراو ابو لايوان حليبون سونا الان شاو ليرا او اتبو قيل كديكات دليل بو خوي بو اثباتي اوي كتخصيص قرآن بقرآن دروزنيا حليبون سنة ولا فوض البيان إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الآن لو آيتي دا بيان خداوند متعال بيان كردني قرآني محول كردوه ببيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني بيان قرآن دا بيب السنة بيغمبر بكرت حليبون سنة ديخو والتخصيص بيان أخو معلومة تخصيص قرآن شهر نوعك لبيان كردني قرآن حليبون سنة أقواب تخصيص قرآنش فقد دبيبا سنة پیغمبر بكريت فلا يحصل إلا بقوله حليبون سنة پس تخصيص قرآنش هر نوعق لبيان كردنا أقواب فلا يحصل إلا بقوله تخصيص قرآن ممكن نابد مجر بقولي پیغمبري يان بفعلي پیغمبري مثلا حليبون سنة أو دليلي هنا وتوا حليبون سونا قيلك أو دليلي ديني توا بلام أمل مقابل دا دلنتي حليبون سونا أمل مقابل دا دلنتي أمل مقابل دا لجواب دا دلن بابا بيان كردني قرآن وزيفة پیغمبريا وانيا يعني امري ببيغمبر كردوا كاتو دبي قران بيان بكي وانيا دباشا بيغمبر دتوانيد بياني قران بسنتي خوي بكاد يا بياني قران بقران بكاد حليبون سونا ادي خو فقد مأمورة بويك بياني قران بكاد جابت شي وسيليكي دتواني بوسيلي سنتي خوي قران بيان بكاد ين بوسيلة بعضك لقرآن بعضك يديك لقرآن بيان بكات وانيا خونيك توا وانك فقد دبي بوسيلة سنتي خود قرآن بيان بكي وانيا فقد مأمور كراوة بويك بياني قرآن بكات دي أودة توانا بياني قرآن بسنتي خوي بكات يا بعضك لقرآن ببعضك يديك لقرآن بيان بكا حاليبون سونا أو جوابي دليلي قيلك على وبرأوي كأما دليل قيل كان جواب داوا بيج قالوش أصلا تخصيص قرآن بوسيلة قرآن واقع بوا وانيا دي باشا وقتك واقع بو
واقع بون دليل جواز شهيدي هل يبون سونا اصلا مثال موجودي هيا لنا الوقوع دليلك بنفع ما هيا كذا ان تخصيص قران بقران جائزه كأويج أويا أصلا تخصيص قرآن بقرآن واقع بوا وكوشي كتخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الشامل لأولاة الأحمال بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حالبون سونا الآن شو أو مثالك بويك تخصيص قرآن بوسيلة قرآن نك فقط جائزة واقع عجبوا الآن ليرى لو مثال دا آية أولك بوسيلة آية دوام تخصيصي بيدا كردوا وانيا آية أولك أويك أو جني طلاق دادريت وانيا دبي سيدانا حيز ببيني وانيا سيدانا خاوين بونا ولا حيز ببينيت حالي بون سونا دي باشا دلت جني مطلقة واني چه حاملة بيت چه حاملة نبيت واني حاملش دا قريتوا غيري حاملش دا قريتوا حالي بون سونا دا حالك دا آيتي دوام جني حاملة خارج دكات حالي بون سونا آيات أولك هم جني حاملة قرتو توا هم جني غيري حاملة اوي كطلاق بدري چه حاملة بيت چه غيري حاملة بيت آية أولك بس الشامل لأولاة الأحمال آية أولك شاملي أو جنان جديد كا حامل ابن واني حمل لنيو زقي عند بيت حاليبون سونا يعني هم جني حاملة دقريتا وهم غير حاملة بل هم دوا جني حاملة بآية دوامك خارج بوا واني آية أولك كعامة بو جني حاملة وغير حاملة دوايا بوسيلة آيات دوام خاص بو توا حالي بون سونا آيات دوام اوية كدا فرميت جني حاملة عدكي اوية كا حملكي خوي دابند وزعي حمل بكا حالي بون سونا وزعي حمل بكا من دالكي ببيت حالي بون سونا دي باشا آيات دوامك كباسي يعني حكمكي جدا بو جني حامله دادنيت پس ديار آيات اولك فقد لباري جني غير حامله دا حالي بون سونا كابرا دلباشا اتو بو دلي اتو چوزاني آيات اولك بآي دوام تخصيص بو توا وانيا شاید پیج آي دوام شاید پیج اوي كا آي دوامك نازل ببيت شاد آيات أولا كهر بوسيلة سنة كي پیغمبر تخصيص كرا بيتوا وانيا او وقتي تخصيص كهر تخصيص قرآن دبيت بسنة او اجد لبابا اصل نبونا وانيا اما لسنة پیغمبر دا هیچ شتيك ما نديتو كتخصيص آيات أولا كبيت پس ظاهرا اوي مخصص بو آيات أولا كآيات دوامكي دي أوا دبت مثال تخصيص قرآن بقرآن حالي بون سونا فإن قال المانع يجوز أن يكون التخصيص بغير ذلك من السنة وانيا أجر مانعك بلد وانيا بيها إشكال لمثالك بقري مانعك أويك تخصيص قرآن بقرآن منع دكات وانيا مانعك أويك تخصيص قرآن بقرآن منع دكا وبيد رزنيا أجر أو بلد إشكال بقري لمثالك بلا بابا خو وانك إمكاني هيا تخصيص آية أولك بغير أو آية دوا ما يكرابت وانيا يعني لبيج أويك آية دوا ما كان نازل بيت شاید آية أولك با غير أو آيات دوامة تخصيص كرابت غير أو آيات دوامش من السنة سنة غيرك السنة پیغمبر بي وانيا شاید پیش آيات أولك بوسيلة سنة كي پیغمبر تخصيص كرابت حالي بون سونا أما الجواب دا دالين بابا قلنا الأصل عدم وانيا أصل
نبوني مخصصيكي ديكيا بيجغل آيات دوامكا أما ظاهرا بيجغل آيات دوامكا هج مخصصيكي ديكا من ندو زيوتا ولا سنتي پیغمبرش دا واني پس ظاهرا اوي مخصص بوبو آيات اولكا آيات دوامكا واني اقوابد مثالكا واني كهج اشكالك روي تيناكاتو مثالكا مثالكي بتوا معنى صحيحة حالي بون سونا أو جار أو وانكا أما أو الدليل أولي ما كتن تخصيص القرآن بوسيلة القرآن هيج كجائزة واقع عجبوا مثالي موجود هنا بيج قالوا كا كتم جابي دليل قيل كشن داوا جالان جواب كي دلت أو جواب ما بيش باسن كرت وبيان الرسولي راستا قيل كده يكون بيغمبر مأمورة بويك بيان قرآن بكات وانيا صاحبي قيل كوايدا كود دلين بابا امش قبول مانا كبيغمبر مأمورة بويك بيان قرآن بكات بلان دتواني بيان قرآن بوسيلي خدي قرآن بكا يان بيان قرآن بكا بوسيلي سنتي خوي حاليبون سونا بس وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم لو راك بيغمبر دبي بيان قرآن بكات خليرا لازمنات كحتما بيان قرآن بسنتي خوي بكا فقط أو لازمنات كصاحبي قيل كدا يكوت وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بالبيان بما نزل عليه من القرآن حاليبون سونا أو كبيان صلى الله عليه وسلم بيان قرآن بكات بوس صادق دبيت كا بياني بعضك لقرآن بكات ببعضك يديك وانيا دتواني بياني قرآن بكات بوسيلة سنتي خوي وانيا بلان بوس صادق دبيت كبياني قرآن بكات حليبون سنة بشي بما نزل عليه من القرآن حليبون سنة بعضك لقرآن بيان بكات وانيا ببعضك يديك لقرآن ببعضك يديك لقرآن كا نازل كراوة وسلوي هل يبون سونا هو أوج دبيدي هل وكو دتوانيت قرآن بوسيلة سنة خوي بيان بكات وانيا دتوانيت قرآن بوسيلة بعضك لقرآنش بوسيلة بعضك ديك لقرآن بيان بكات وانيا جا كابرا دلبو مگر أصلاً ونكا بو مجرد ذكرت بعضك لقرآن مبيني بعضك دي كبين أو كا سنة بيغمبر مبيني قرآن بيت أو معلومة دبي بلام آية أتو دلي بيغمبر ذكرت بعضك لقرآن بوسيلة بعضك دي كلا قرآن بأمك ونيا جا كبرى سؤال دكا دلت مگر دکری بعضی لقرآن مبین بید بو بعضی کی دیگه لقرآن اوج دلاره والله وقد قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وني اون خداوند متعال بو خوی قرآن به مبین نیو دبات حالیبون سونا لا خداوند متعال لا آیتک دا فرمویتی که اما او قرآن من بسرتو نازل کرد بوي كمبين بيت بو كل اشتكي حالي بون سونا دي باشا قرآن مبين بو كل اشتك كل اشتك خودي قرآن اش دقريت او يعنى وانيا بس مبين بو كل اشتك دتوانيت بعضك لقرآن مبين بيت بو بعضك ديك لقرآن اش حالي بون سونا دتوانيت مبين بيت بو خوشي دتوانيت قرآن مبيني خوشي بيت باو جوليكا بشيكي قرآن بشيكي ديكا لقرآن تفسير كاتوا حالي بون سونا بعضك لقرآن بعضك ديكا لقرآن تخصيص بكا بياني بكات حالي بون سونا دكري قرآن مبيني خوشي بيت حالي بون سونا بس تخصيص قرآن بقرآن جائزة حالي بون سونا أو بنا بقول الصحة أو جار والسنة بها أي بالسنة
والسنتي بويا بجرد يخينينوا لا أصل دا أوادي والأصح جواز تخصيص السنة بالسنة أو جا قولي أصح أوايا كتخصيص سنة بوسيلة سنتش جائزة وانيا قولي أصح أوايا بلام وقيل لا وانيا بلام قولي كي ضعيف هي كدل تخصيص سنة بوسيلة سنة جائزني بو لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم حريبون سونا ولا هر آياتي بيشي دكنا دليل وانيا بو تخصيص السنة بوسيلة السنة درزنيا وانيا تشاو قيل كدلت صاحبي قيل كدلت تخصيص السنة بوسيلة السنة درزنيا دبي قرآن بوسيلة السنة تخصيص كي وانيا شون آياتك دلت وانك آياتك أمر ببيغمبري دكا كأتو دبي قرآن بوسيلة قرآن بيان بكي بوسيلة سنة خود وانيا بس بيغمبر فقط حقي هيا قرآن بوسيلة سنة خوي بيان بكات نابي سنتيش بوسيلة سنة بيان بكري هل يبون سونا؟ مثلا سنتيكي بيغمبر بوسيلة سنتيكي دي كي بيغمبر نابي بيان بكريت نابي تخصيص بكري وانيا بچ دليلك صاحبي قيل كدلت ولا بخاطري قولي خداوندي متعال كفرمويتي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعني أما قرآن من بو نازل كردوي بوي كبيان بكي واني بس أقوابت صاحبي خيلك دلي دلي فقط پیغمبر دبي قرآن بوسيلة سنتي خوي بيان بكاتو تخصيصي بكا واني بلام ناتوانت سنتي كي خوي بيان بكا بوسيلة سنتي كي ديكا حالي بون سونا؟ الآن ليرتشونا أو أتبود بالدليل بوقي لك ولا فقصر بيانه على القرآني ونيا بياني بيغمبري حسر كردوتا ولا سر قرآن ونيا دلاتو دب قرآن بيان بكي بوسيلة سنة خود بس أقوابي سنة بوسيلة سنة بيان ناكري تخصيص جناكري حاليبون سونا أو آتك أو دكات دليل بلام أما الجواب إذا دلين شيء أما الجواب إذا دلين بابا أولا أما دليل نهاية لسرويك تخصيص السنة بوسيلة السنة واقع بوا مثالي موجود نهاية لنا الوقوع دليل كي بنفع ما أوج أوي تخصيص السنة بوسيلة السنة هيج كجائزة واقع جبوا وكوشي مثالكي كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ونيا وكوشي تخصيص السنة بوسيلة السنة كرابت ولا وكو لو مثالي دا كحديث أولك بوسيلة حديث دوم خاص كراوتوا حالي بون سونا شو حديثي أول أويا دلد أوشتيك ونك أوشتيك آسمان آوي دابت وني اللوي دا يقدهم زكاة واجبة حالي بون سونا اللوي دا يقدهم زكاة واجبة بلام دوايا شو عامة يعني چه بقات خمسة أو سوق حالي بون سونا چه نقاتي حالي بون سونا عامة بلام دوا لا حديثي دوام دا دلت لا 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 كم تر لا خوار وي خمسة أو سوق دا زكاة واجبني وانيا يعني كم تر لا خمسة أو سوق خارج دكات حالي بون سونا دي باشا بس بوسيلة حديثة دوامك حديثة أولك كلفزي حديثة أولك عام بو خاص بو توا حالي بون سونا خ حديثة ولا كواين شان دا أويك أسمان أوي دات يقدهم زكاة لوي دا واجبة شو بقات خمسة أو سوق شو كم تربي لخمسة أو سوق هل يبون سونا لفظي حديثة ولا كعام بو بلام حديثة دو مكا دلت فقط زكاة لخمسة أو سوق دا واجب دبيت بولاي سري
وانيا بلام لكمتر لخمسة أو سوق دا زكاة واجبني حالي بون سونا أو وانك أوش دليلك كبنفع ما أو مثال بوي كتخصيص السنة بوسيلة السنة واقع بوا حالي بون سونا تخصيص السنة بوسيلة السنة واقع إجبوا وانيا او جار دليلكي كقيلكش دهينا وصاحبي قيلكا بوي جواب دهينا او ديكوت وانك پیغمبر مأمور كرا وبويك قرآن بيان بكات بوسيلة سنة خوي حالي بونسونا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وانيا يعني أمري بيكرا وبيغمبر بويك قرآن بيان بكات بوسيلة سنة خوي پس تازنات وانيت وانك پس اقواب بيان سنة بوسيلة سنة دروزنيا وانه دبي بياني قرآن بكا بوسيلة سنة خوي پس اقواب بيان سنة بوسيلة سنة دروزنيا حالي بون سونا بلام اما لجواب دا كتن وانك لجواب دا دلين بابا لو آتي دا أمري بيكرا وبويك قرآن بيان بكات بوسيلة سنة خوي وانيا أمري فكرة وكقرآن بيان بكات بوسيلة سنة خوي بلام لشوي آتا كدا وانك أمري فكرة وك دستوري بيدرا وكدب بيان السنة نكا بوسيلة سنة لا آتا كدا أمري فكرة وكقرآن بيان بكات وانيا بلام دستوري بيندرا وكاتو سنة خود نابا بيان بكي بوسيلة سنة كي ديكا حالي بون سونا اصلا لا اتكدا او نفي نكرا وتوكا وانك مثلا شاوك ويوا ام بلم جاء زيدون بلم زيد هات وانيا او بمعناي نفي كرنوي مجيء عمري نيخو اما فقد مجيء عمر بازنا كردوا دي باشا ليرشكا امري كردوا ببيغمبر بيغمبري مامور كردوا بويك قران بامكات او بمعنى نيكا بياني السنة بوسيلة السنة بس جائز نبي ممنوع بيت حالي بون سونا شن باسي نكردو بو معناينية كممنوع بيت منهي عنه بي بياني السنة إش بوسيلة السنة جائزة ودرستة حالي بون سونا فقط باسي نكردو خوه كباسي نكردو بو معناينية ككارك ممنوع بيت حالي بون سونا أو جار والسنة بالكتاب بروين يا رب وستين والسنة بالكتاب أو جار تخصيص سنة بوسيلة قرآن دروستا بنا بقول أصح بلان وقيل لا بلان بعض كتوانا نولا تخصيص سنة بوسيلة قرآن جائزنيا بو لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم وأن ديسان هر أو أتدب تدليل وأن باش أبو صاحبي قيل كوا دلت تخصيص السنة بوسيلة القرآن جائزنيا ولا صاحبي قيل كدلت بدليل أو آتيك آتكج أوي لتبين للناس ما نزل إليهم حالي بون سونا باشا صاحبي قيلك شون او اتدكات دليل بوخوي ولا بوجورة جعله مبينا للقرآن وانيا صاحبي قيلك دلت لو اتدى خداوند متعال پیغمبري كردوتا مبين قرآن لتبين للناس وانيا ما نزل إليهم يعني اي پیغمبر اتو دبه بو خلق چه بيان بكي قرآن بيان بكي پیغمبری به مبین قرآن داناوا حالی بون سونا پس فلا یکون القرآن مبینا للسنة ونیا پیغمبر مبین قرآن پس اگوابید
وانك قرآن مبين سنة نابت هل يبون سنة تشاو وإلا صاحبي قيل كذا وإلا دور لازم ديت وانيا تشاو صاحبي قيل كذا لو آتيدا بيغمبر بمبين قرآن معرفي كراو وانيا دي باشا بيغمبر مبين قرآن بيان دكابة شي بس سنتي خوي حليبون سنة دي باشا اگر سنتيش بوسيلي قرآن تخصيص بكري وبيان بكريت او اختي دور لازم دي وانيا ديار وانك بيغمبر مبين قرآن يعني قرآن بيان دكابة سنتي خوي دي اگر سنتي خوشي بوسيلي قرآن بيان بكات سنتي خوشي بوسيلي قرآن تخصيص بكا او اختي دور لازم دي حليبون سنة او صاحبي قيل لك بوجود دليل هنا وتو هل يبون سونا بلام امل جواب دا دلنشي امل جواب دا دلن بابا هيج دورك لازم نايا هل يبون سونا چونكو وانك لو جيك وانك لو جيك بيغمبر بيان قرآن بوسيلة سنة خوي دكات حليبون سنة او وانك لو آية قرآن كشتيك وانيا لو جيك قرآن بوسيلة سنة بيان دكات آية قرآن كشتيك لو جيك السنة بوسيلة آية قرآن بيان دكات آية قرآن كشتيكي ديا حليبون سنة خويق آيات قرآن نية كأو آيات قرآن ونية أتوبة سنة بياني بكي دواء السنة يشهر بو آيات قرآن بيان بكي هر بو آيات قرآن حليبون سنة خو آيات قرآن كي يكشد نية شاو أقر يق آيات قرآن أتوبة بوسيلة سنة بياني بكي حليبون سنة أو جار سنة يش بو آيات قرآن ديسان بيان بكي أو وقت دور لازم ديت حليبون سنة چونكو لو جهته واتو آيتك بوسيلة سنة بعندك أي بس سنة مبيني ويا للايك دي كوا أجا السنة يشهر بوسيلة أو آتبع بك آيتك ده بتا مبيني ويا حليبون سنة أو الدور أو وقتي لازم ديت حليبون سنة ده حالك دا أما أجر آيتك القرآن بس سنة بعندك كين لو آيت القرآن شتيكا حليبون سنة أجا آتي قرآن بالسنة بيان بكين لو جيش كالسنة بوسيلة آتي قرآن بيان دكين آتي قرآن شتيكي دي كدبي عينا آتي قرآن كي يكشد نيخو حليبون سنة بس هيج دوري لازمنا أو جار أما دالين بابا راست لو آتي دا بيغمبر كراوة مبيني قرآن يعني بيغمبر قرآن بيان دكات بسنتي خوي بلام تسي إشكالي هي سنتي بيغمبرش بقرآن بيان بكريت حالي بون سونا بعزق لسنتي بيغمبر بقرآن بيان بكريت تسي إشكالي كي هي يعني أصلا لهي جيقاي كي خدا من دي متعال أوي رد كردو توا لهي جيقاي كي الشارع أوي رد كردو توا كالسنت نابي بقرآن بيان بكريت لهيج جاي كي شارع او يرد نكر دو تو بس املا جواب دا اوج دلين قلنا لا مانع من ذلك حليبون سونا املا جواب دا دلين بابا هيج مانع اغنيا من ذلك لو ك قران ونك مبيني سنت بيت هروكو سنت مبيني قرانا دشكري قران ج مبيني سنت بيت بو لأنهما من عند الله وانيا چونكو هر دو كان لطرف خداي راهتو نيدي حليبون سونا اخا چاو پیغمبر دبت چه بيان بكات ما نزل إليهم وانيا شتيكي كا وانكا لطرف خداي راهتو دوشا ما نزل إليهم هر وكو قرآن دقريتوا سنتي پیغمبرش دقريتوا يعني
هاليبون سونا بس هم قرآن درست بيان بكريت بوسيلة السنة ما نزل إليهم سنة إيش دقريته بس سنة إيش درست بيان بكريت بوسيلة قرآن وانيا أجر أما وانك أواجه بن داويدي كما نزل إليهم تا استا صاحب قيلك ويد زانيت فقط قرآن دقريته أما دلين بابا قرآن دقريته وسنة بيغمبريش دقريته سنة بيغمبريش بوحي ايدي وانيا بس شو دليلك ما نزل اليهم هم قران دقريته وهم سنتي بيغمبريش دقريته وهردو كان ترى في خداي راهاتونا قال تعالى وما ينطق عن الهوى بدليل واتي كذا فرميت بيغمبر لروي هوا وهوى سوا قصناكات بس لفظك كبيغمبر ديلد اويج لترى في خداي راهات وانيا شعري مولوي دي إن همي آوازها الشه بوت قرشي أصح القوم عبد الله بوت يعني راستا لفظك لزاري بيغمبر دي تدري بلام تواقع دا وانيكا قول قصيكي كبيغمبر ديكات قصي خداشا حالي بون سونا بس أولا وانيكا أو جوابي قيل كبو وانا او دي كود ولا او بيوابو ما نزل اليهم فقط قران دقريتوا بس اجوابت فقط قران درست بان بكري بوسيله سنت اما دالن بابا ما نزل اليهم قران دقريتوا سنت ايش دقريتوا بس هم قران درست بان بكري بوسيله سنت هم سنت ايش درست بان بكري بوسيله قران بس تخصيص سنت بوسيله قران جائزه هل يبون سنة؟ أو جوابي قيلك أو جار دليل كديشن هيا لسرويك تخصيص السنة بقرآن جائزة ويدل على الجواز قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وانيا دلالة دكا لسرويك تخصيص سنة بقرآن جائز بيت چه دلالة دكاد ولا أو آياتيك خداوندي متعال فرمويتي أي پیغمبر أما قرآن من بوتو نازل كرت كمبين كل اشتكا قرآن مبين كل اشتكا كتن أولا مبين خويتي پس تخصيص قرآن بقرآن جائزة دو من مبين كل اشتكا كل شيئك سنتش دقريتا وپس دتواني مبين سنتش بيت قرآن ده توانه مبيني سنة بيت أجواب تخصيصي سنة إش بواسطة قرآن جائزة حالي بون سونا كابرا دالا جاباشا قرآن مبيني كل شيء كا وانيا قرآن مبيني كل شيء كا وانيا يعني همو بس مثلا منظور اويام الان مثلا همو او لفظ عامانيك خاص كراونتوا يعني همو يعني بقران خاص بونتوا منظور اويا خو منظور اوانيا وانيا اوش دالا بابا اخر وانيكا مبيني كل اشتكا بلان با استثناء اوشتانيكا بوسيلي غير قران خاص بونتوا اوشتاني بوسيلي غير قران خاص بونتوا قرآن مبيني وانيا غير قرآن مبيني وانا حالبون سنة وإن خص من عمومه ما خص بغير القرآن قرآن مبيني كل اشتكا هرچن خاص دبيت ولا عام لا لا عموميتي أو آيتيا لا عموميتي أو آيتيا خاص دب جدا دكريت وخارج دكريت لا عموميتي أو آيتيا أو شتيك بغير قرآن خاص كراوتوا حالي بون سونا أو لا أو وانك وبر آياتك ناكبت حالي بون سونا ما خص بغير القرآن تشتيك لآياتك استثناء دكريتوا
ما خص بغير القرآن أو شتيك أو مايك بغير القرآن خاص كرابته أو لا آيتك آيتك شاملي ونابت وانيا بس أجوابت مبيني وقرآنية غير القرآن بياني وكردوا حالي بنتنا قرآن بياني ونكردوا يعني أو معلومة يدي أو شتيكي معلومة حالي بنتنا قرآن مبيني كل شتكا ولغير أوشتانيك بغير قرآن بيان كراون حالي بنتنا غير أوشتانيك بيجغل أوشتانيك بغير قرآن زاندراون بغير قرآن بيان كراون إدي مبيني وقرآنية حالي بنتنا أو جارو الكتاب بالمتواترة حالي بنتنا أما كنت تخصيص السنة بوسيلة قرآن درستا وأن تخصيص السنة بوسيلة قرآن جائزة أدي تخصيص قرآن بوسيلة السنة أولا إدامة دا بوسيلة دكات كأي تخصيص قرآنش بوسيلة السنة جائزة أنا جاء السنة دو قسمي هيا خبري متواتر خبري واحد وأن أو تخصيص قرآن بخبر متواتر جائزة حليبون سنة وحتى تخصيص قرآن بخبر واحدش جائزة لكن جمهور حليبون سنة جاء وباب من التوالي الرادة وستين